وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعلن موعد امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 وتصدر تعليمات جديدة بشأن التابلت، كما تفتح أيضا باب التقديم للمشاركة في مراقبة الامتحانات. تفاصيل القرارات الجديدة من خلال هذه التغطية. إنه أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات جديدة وعاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية بخصوص التحضيرات الجارية لعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي. وتم بالفعل إرسال التعليمات لجميع المدارس الثانوية العامة الموجودة على مستوى الجمهورية، وتضمن هذه التعليمات مراجعة وتدقيق كافة بيانات الطلاب المقيدين على قواعد البيانات المركزية والتأكد من مطابقتها لواقع البيانات بالمدارس وفقا لسجلات شؤون الطلبة. أيضا مراجعة وتدقيق واستكمال بيانات التابلت التعليمي لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وتسجيل بيانات التابلت التعليمي لجميع طلاب الصف الأول الثانوي فور استلامه. ذلك بالإضافة أيضا إلى ضرورة قيام الطلاب بسداد رسوم تأمين التابلت من خلال منافذ الدفع المخصصة لذلك، حيث أعلنت المدارس الثانوية تنبيهها عاجلا لجميع طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتبت بالفعل تنبيه هام لطلاب الصف الثاني والثالث الثانوي ضرورة اتصال التابلت بالإنترنت وتثبيت تطبيق الامتحانات الجديد. أضافت أيضا المدارس الثانوية هناك تطبيقا جديدا سوف يظهر للطلاب خاص بالامتحانات اسمه Any Connect. أيضا من ناحية أخرى أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا لتسجيل بيانات التقدم لمن يرغب في المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 كرؤساء لجان ومراقبين بدءا من أمس الأحد، ويوجد بالفعل هذا الرابط الخاص بالمشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور لمتابعة التسجيل. لا يقتصر أيضا هذا التقديم على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة لكل مديرية تعليمية، بل تنطبق أيضا على العاملين بالمديرية ما دامت تنطبق عليهم الشروط كالعام الماضي. أيضا عن موعد امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، فقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء امتحانات يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024. ومع قواعد ومواصفات الامتحانات، فأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على عدم تغيير قواعد ومواصفات امتحانات الثانوية العامة لعام 2024. نوه أيضا على أنها مثل العام الماضي من حيث الأسئلة الموضوعية وأيضا أسئلة الاختيار من المتعدد والمبنية على قياس بالفعل نواتج التعلم لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب. أعلن أيضا وزير التربية والتعليم الفني أنه سيتم عقد حوار مجتمعي قوي يشارك فيه خبراء محليين ودوليين وأصحاب المصلحة بما فيهم أولياء الأمور والطلاب، وذلك حتى نكون مطمئنين لتطبيق نظام الثانوية العامة، مؤكدا أن الوزارة لن تجازف أبدا بتطبيق نظام لا يناسب الطلاب لأن مصلحتهم هي هدفهم الأساسي، وهذا لأنه لن يتم إلا بعد وجود أريحية تامة لتطبيقه، لأن الدولة المصرية تعمل لصالح أبنائها وصالح أسرهم. مشاهدينا، هذه كانت أبرز القرارات الجديدة في ملف التعليم والامتحانات الخاصة به ولمن يرغب أيضا في المشاركة كرئيس لجنة أو مراقب، ونشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.